طيب انا هنا هاخد بقى ايه كذا نقطه. اول نقطه هي مساله انه احنا النهارده كنا بنعرض الوثيقه الاكثر حداثه او المحدثه اللي هي وثيقه ملكيه الدوله، لكن ايه ابرز نقاط التحديث؟ ايه اللي اختلف في هذه الوثيقه عن اللي عرضت في يعني شهر مايو؟ مثلا كان من ضمن النقاط اللي كنا بنتكلم فيها في بدايه عرض الوثيقه ان احنا بنقول ملكيه الدوله، فكان في كتير من الجلسات العمل كانت بتقول عايزين نحدد من هي الدوله، ما المقصود بالدوله؟ هل هي مقصود بها الحكومه؟ هل هي مقصود بها القطاع العام؟ هل مقصود بها مؤسسات الأجهزة في الدولة؟ فكان مطلوب مننا أن احنا نتكلم عن الدولة، معنى كلمة الدولة. آليات التخارج كان برضو بيتقال، هل آليات التخارج مقصود بها أن احنا هنبيع أصول الدولة ولا المشاركة هتكون إزاي؟ فكان التوضيح أن احنا بنتكلم على توسيع قاعدة الملكية وإيجاد المستثمرين الاستراتيجيين، مش كلها، مش معنى كلمة التخارج اللي هو البيع أو عدم وجود الحكومة في القطاع، أنه المشاركة ممكن تكون بالإدارة مش بالضرورة أنه هو يكون بالتخلي تماما عن الملكية. فدي أحد النقاط اللي كانت موجودة. أيضا من أحد النقاط اللي كانت تتكلم فيها في الوثيقة لما عرضت الحوار المجتمعي عملية دخول القطاع الغير رسمي، إزاي القطاع الغير رسمي ممكن يكون يتم استيعابه في وثيقة ملكية الدولة وآلية التخارج. الاستثمارات أو القطاعات اللي بنعتبر أنه الدولة هتكون موجودة فيها، لأن وثيقة ملكية الدولة بتبين هو إحنا هنظل في أي قطاعات، أو الدولة بتقول أنها هتزود استثماراتها في أي قطاعات وتفضل موجودة في أي قطاعات، وأي من القطاعات الدولة هتفسح المجال للقطاع الخاص أنه هو يكون موجود فيها. فدي أحد النقاط اللي حصل لها التحديث، أو أنه هي اتوضحت بصورة أكتر علشان تكون بتدينا نوع من الشفافية أكتر لل القطاع الخاص. حلو جدا، من باب التناسق برضو يبقى النقط دي هي اللي هنروح واخدينها، وهيبقى بنتساءل طول الوقت. انا النهارده علشان اشجع القطاع الخاص يخش يتشارك مع الدوله، القطاع الخاص اول حاجه هيسال عليها الاداره مع مين، مش لانه الموظف العام ما بيفهم او ما بيفهمش، هي المساله قدرته تدريبه. صحيح. المسألة كده، فالقطاع الخاص هيسأل مع مين الإدارة؟ هو يعني يمكن السيد رئيس الجمهورية اللي قال إنه القطاع الخاص عنده القدرة على الإدارة أكتر من الحكومة أو من القطاع العام، وبالتالي دايما لو الدولة قامت بعمل الاستثمار في البنية التحتية، يعني بنت المستشفيات، بنت الجامعات، بنت المدارس، بنت حتى المجمعات الصناعية، هي مش عايزة تدير، هي عايزة القطاع الخاص هو اللي يدخل يدير. وفي الحالة دي هو الجزء الأصعب في الاستثمار هو البنية التحتية نفسها، هو البنى نفسه، لكن السوفت وير او عمليه الاداره هو ده اللي بتتركه الدوله للقطاع الخاص عشان تقوم بيه. فهو قولا واحدا عمليه الاداره، لو هنتكلم في المشاركه ما بين الدوله او الحكومه والقطاع الخاص، عمليه الاداره هتكون متروكه للقطاع الخاص وليس للدوله. وبقى الموديل بتاع المشاركه بقى ريفينيو شيرنج او هيبقى عامل ازاي، هو ده اللي بيتم الاتفاق عليه في حاله بزنس معين او في حاله، يعني ممكن القطاع الخاص يدخل شريكا بالاداره فقط. أيوة. أيوة. دون ضخ مالي أو استثماري مباشر. أيوة. أو ممكن يخش بالاتنين بالزبط. وما هياش خاضعة لنسب المشاركة، يعني مش لازم أبقى أنا داخل بقى 51% علشان أدير. لا مش لازم. طب ده كلام جديد. ما هو ما حياتك ده التحديث اللي موجود في الوثيقة. وبعدين بقى يعني احنا طول ما هي الوثيقة وثيقة حية وديناميكية، يعني هي مش وثيقة هتفضل أول ما تطلع مش هتتغير تاني، وكل شوية احنا بنرجع إليها. بس احنا اللي بنستهدفه دلوقتي انه الملامح النهائية للوثيقة خلاص يتم التوافق عليها علشان مجلس الوزراء يقرها نهائيا وتروح لسيادة الرئيس علشان يعتمدها وتبقى موجودة. طول ما احنا ماشيين وشغالين بالوثيقة احنا خلاص بقى عندنا يعني وثيقة او دوكيمنت موجودة طول الوقت، هي حية وبيتم التحديث ليها، لكن هي خلاص في تأكيد من انه هو ده دور الدولة وده دور القطاع الخاص. طب هل احنا بنفكر في عملية، لو صح تعبير، خلق بناء تشريعي يبقى متواكب متوائم متناسق مع اللي احنا بنتكلم فيه ده، فكرة تشاركية القطاع الخاص مع القطاع الدولة او القطاع العام نسميه زي ما نسميه، مسألة وثيقة ملكية الدولة الى اخره، مع الصندوق السيادي الخ الخ الخ، لان انا مش عاوز كمان ابقى انا داخل واصطدم اما بقوانين قديمه باليه او بقرارات او بلوائح داخليه، وابقى في النهايه خلص وصلت الى ما يطلق عليه
يا مولاي كما خلقتني، ما عملناش حاجة. لا طبعا، هو أكيد في شق من التعامل مع الوثيقة. هي الوثيقة احنا بنعتبرها بمثابة دستور اقتصادي، وبالتالي هيستلزم في بعض الأحيان أنه يكون في عندنا، مش عايز أقول تعديلات في القوانين، ولكن لازم تكون البيئة التشريعية متسقة مع هذا الدستور الاقتصادي. يعني هو لما هتقر الوثيقة هي ما فيش فيها تعارض مع القوانين، وإن وجد ومحتاجين نوع من التشريع أو بيئة تشريعية تتناسق مع الوثيقة لازم هيحصل ده. وعلشان كده أنا بقول لحضرتك هي هتقر من مجلس الوزراء، ولو في أي تبعيات محتاجة تروح بقى في تعديلات للنواب كتشريعية أو كإجراءات أكيد هتطلع وتروح منهم، بس في الأول تقر من مجلس الوزراء بعد ما يتم التوافق عليها. يعني يمكن هنا أنا هستأذن أنه بخبرتي القصيرة في مجلس النواب، هي ساعات بتبقى المشكلة مش في القانون ولا في التشريع بذاته، هي المشكلة بتبقى في قرار السيد الوزير. السيد الوزير مش بالضرورة برضو الحالي، الوزير اللي من 30 سنة حط قرار، فالوزير الحالي بيقعد يفكر 30 مليون مرة قبل ما يلغي القرار يتخطاه. فأنا هتبقى هنا مشكلتي مش في مجلس النواب، هتبقى مشكلتي جوه دواوين الحكومة. هو هقول لحضرتك حاجة، حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا، ودي في البيئة الاستثمارية بصفة عامة، ويمكن كنا بنتكلم على مبادرة إرادة اللي هي المفروض بتنظر إلى القوانين كلها وتشوف منها ما هو فيه عدم اتساق أو ما هو قديم والمفروض ان هو حصل له تحديث، علشان ما يبقاش في انواع القوانين اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، ان هو اقرت وبعدين بعد كده هي مش مناسبه فلازم يتم تعديلها لكن هي لسه موجوده. فالمبادره بتاعت اراده هي مع هيئه الاستثمار شغالين على هذه القوانين، علشان في الاخر القوانين اللي تبقى موجوده او القوانين اللي تمكن القطاع الخاص من ان هو وثيقه ملكيه الدوله مع هذه القوانين يبقى فيها نوع من الاتساق. فهو بغض النظر المسؤول اللي موجود هو عنده بيئة ما فيهاش تعارض، فبالتالي هتنساب التطبيق مع القانون، ما يبقاش فيها تعارض، فنلاقي حضرتك تقول بيجي وزير يبقى هو ملتزم بقانون أو يجي اللي بعده يبقى عايز يغير. لا، هو القانون اللي موجود بعد ما إرادة بتبص على هذه القوانين مع هيئة الاستثمار هو لتسهيل عملية الوثيقة وملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص، فهتبقى القوانين دي متسقة مع بعضها.